الجزء الثاني من السؤال يا دكتور اللي انا قلت لحضرتك عليه، هل يمكن رجوع الجسد البشري اللي عمل تاني بعد وفاته؟ هل انا سألت هل ينفع نرجع البشر تاني للحياة؟ ما ينفعش. ليه؟ ليه؟ ما انا بقول لك، عايز تعرف ليه؟ علشان يا عزيزي لما الانسان بيموت واحنا بنعلن وفاته، بيحصل ان هو الدم بيتوقف عن المخ. فانت ممكن تقول لي طب ما هو الراجل قدامي اهو، طب ما انا ممكن اطلع لك مخه من دماغه، هو المخ موجود اهو. ده يبان لحضرتك انت بالنظره كده العامه بعينيك المجرده، يبان ان مخه زي ما هو. بس الحقيقه انت لو فحصت مخه، لو فحصت الخلايا بتاعت مخه او الخلايا بتاعت قلبه، هتلاقي ان هي تفسخت. اللي باقي ده كله هو الهيكل الخارجي، انما الخلايا نفسها بتموت. انا بزرع خلايا في المعمل يوميا، وبشوف الخلايا ديت لما بتموت، وبشوفها لما بتبقى قربت على الموت، وبشوفها وهي لما بتبقى بتتغذى وبتنقسم. لما الخلايا بتموت بتتفسخ التراكيب ديت، بيحصل ان البروتينات اللي هي بتقوم بكل العمليات الحيويه ديت بيحصل لها عمليه دي ناتيوريشن. زي ما حضرتك كده بتجيب البيضه وايه، بتبقى بياض البيض كده، تحطه في الطاسه يبيض، تقدر ترجعه تاني زلال، ما تقدرش ترجعه تاني. ليه؟ بيحصل عمليه تغير كيميائي للشكل ثلاثي الابعاد بتاع البروتينات ديت، فوظيفتها اللي كانت بتعملها بتروح. فهمني؟ تمام. الوسط اللي هو بتاع الخليه نفسه، الخليه عباره عن وسط مغلق بيحصل فيه تفاعلات كيميائيه. لما بيفسد غشاء الخليه، تمام، الوسط ده ما بيبقاش مغلق، فاللي جوه بيخرج بره، واللي بره بيدخل جوه، وكله بيبوظ. فهمت؟ هي دي الفكره. ما تقدرش انت ترجع الموضوع ده تاني. يعني الامور يا كلها عزيزي ملموسه، العلم ما... اه هي انا كلها هي كلها كلها ملموسه. ملموسه، يعني اقصد اغشيه وانسجه وكلها امور يعني كيميائيه كل ده حيويه هيكلات ممسوكه كلها ملموسه، صح؟ وكيمياء وكده. هو يعني العلم الامر ما كله بيتعاملش غير مع الامور الطبيعيه، بالظبط، يعني ما انا الامور اللي هي بتكلم من بيولوجيه. المنطلق ده بالظبط كده. طيب الامر يعني حضرتك يا دكتور، مثلا في الكيمياء مثلا لو انا جمدت الميه بتبقى تلج، لو عايز اسيله تاني فممكن احطها في درجه حراره معينه مع فيرجع الميه تاني الكلام ده استعمال. ينفع، مع الميه ما هو الكلام ده ينفع، تمام، انما مع البروتين الوضع مختلف. خلاص، تمام، الجسم يبقى بتاعنا الامر ما مكون من بيرجعش تاني. البروتينات. اقصد في جسم الانسان او في جزئيه الجسد لا يمكن استرداد الاصل، الشيء اللي تلف ده الاصل تاني. لو حصل اللي انا قلت لك عليه دوت، وحصل ان الخلايا اللي هي بتركب جسمك ديت تفسخ التركيب بتاعها، تفسخت الأغشية بتاعتها، تفسخت الأنوية بتاعتها، البروتينات بتاعتها حصل لها عملية الديناتيوريشن ديت، حصل تحول وتغير في شكلها ثلاثي الأبعاد دوت، بحيث إن هي ما بقتش ينفع تاني تعمل التفاعلات البيوكيميائية اللي هي تختلف عن تفاعلات المية مثلا، يعني فاهمني؟ لما بيحصل هذا تمام. الكلام ما تقدرش أنت إيه إنك ترجعها تاني، الخلايا نفسها بتموت. فأنت مثلا عندك في المخ، في القشرة المخية مثلا، عندك بتاع حوالي 20 مليار خلية عصبية، في المخ كله عندك بتاع حوالي 100 مليار خلية عصبية. دول لما بيموتوا خلاص، حضرتك كل مراكز اللي هي اتخاذ القرار بتتوقف، المراكز اللي هي بتاعت معالجة المدخلات البصرية والسمعية بتتوقف، كل دي بتتوقف، تمام؟ وبالتالي تمام. الأعصاب اللي خارجة منها بتنحسر. يعني انت حتى لو زرعت خلايا عصبيه في المعمل، بتشوفها وهي بتنمو وتقعد تمد الايه الاطراف بتاعتها ديت، الاسلاك اللي خارجه منها ديت، والتشجر اللي في راس الخليه العصبيه ده، وتقعد تتصل بينها وبين بعضها. لو حطيت اقطاب في هذه المزرعه، هتقيس تناغم، وهتقيس تيارات رايحه جايه، في سيجنالز رايحه جايه بين هذه الخلايا. لما بتموت هذه الخلايا، بتشوف تحت الميكروسكوب ان هي تبدا تنحسر، هذه الايه البروجكشنز، الحاجات اللي خارجه منها ديت، الاسلاك دي بتبدا تنحسر، والتشجرات دي بتبدا ايه تنحسر هي كمان، والسيجنال العصبيه دي بتتوقف. بس لما بتيجي تدرس بقى ايه اللي بيحصل على مستوى البروتينات، بتلاقي ان البروتينات ديت كذلك توقفت. تيجي تقيس التفاعلات الانزيميه دي، الانزيميه اللي جواها، بتلاقيها كذلك توقفت. ليه؟ لان شكل البروتين نفسه بيبوظ، الغشاء بتاع الخليه بيحصل فيه ان هو بيتفسخ، فاهمني؟ فبتتوقف هذه العمليات الحيويه. بس تمام تمام خلاص، شكرا يا دكتور، ما شاء الله يعني تمام. استاذ احمد، عفوا، نرجع تاني للاسئله اللي عندي. شكرا حضرتك دكتور قلت سمك على كل ما تقدمه لنا، يعني
باسمه كل المشاهدين. شكرا جزيلا عزيزي.